هلا عملناها مبارنة بجبال، مطرح ما فيه سكن وحياة عادية بعيدة عن السياحة والتجارة. جبال هي من جنجل للبحر. نحن هلا عم نقطع بضيعة بقلب جبال اسمها حبوب، منطقة حبوب، هي منطقة عم تشهد حركة عمرانية كتير قوية. يعني اللي عم بيلفت أكتر شيء هلا زوار إنه جبال بنهار كلها حيوية ونشاط، وبالليل كمان مؤخراً صار عندها مثل هيك نهضة ليلية مهمة كتير. مدينة جبال ما بتنام. طب وكأماكن ليلية أنت شو المكان المفضل لإلك؟ يعني أحلى شيء سوق جبال القديم، يعني بكلفة مقبولة جداً عم تسهر بجبال، حافظين على ريتم معين، حافظين على مستوى معين من السهر، في شرطة ليلية بشكل دايم وشرطة سياحية بتراقب الأعمار اللي بفوتوا على البابات، جنسيات، أنواع الناس اللي بتفوت، تصرفاتهم، تنقدر بقدر المستطاع نحافظ على الجو العائلي اللي عم تعيشه مدينة جبال. الرياضة له دوره، الاقتصاد له دوره، السياحة له دورة، الأهالي والمواطنين الجبيليين والمحافظة على خصوصيتهم أساسية عنا. هون عم نبلش نطلع من الأحياء السكنية وننزل على الفواتريز اللي هو الشريان الاقتصادي للمدينة. تلاقي في كتير من المصارف فتحت بجبال، يمكن أكبر مدينة شهدت مستوى فتح فروع للبنوك بجبال. يعني شو حلو هالشارع الصغير هون. هذا من الشوارع الجديدة اللي فتحناها بجبال لنخفف عجقة السير. ما قلت لك الاهتمام الأول والأخير بالخضار. في شعور كتير كبير عند الجبيليين إلسا هو ولائهم لمدينتهم، محبتهم لمدينتهم، غيرتهم على مدينتهم. بتعرفي كل الشغل اللي صار بجبال، لو فعلا أبناء جبال ما كانوا متكاتفين ومتضامنين ما كنا قدرنا نعمل لنا شيء. نحن هون قاطعين بأحلى شارع بمدينة جبال، هو الشارع الروماني. هذا الشارع اللي تم ترميمه، توحدت الوجهات، يعني صار شارع بليق بتاريخ جبال وباسمها وبأهلها. هون شو جبال الجبالية. أحلى وأعرق وأجمل مدينة ساحلية على الشط اللبناني هي مدينة جبال. كل سنة أحلى من سنة، بالصيف أو بالشتاء دايماً في شيء جديد بيجذب الزاير على مدينة جبال. بس قد ما كانت المشاريع الجديدة عديدة ومتنوعة، بيضلوا الهم المحافظة على رونق وتاريخ مدينة الحرب. السور تبعو المدينة القديمة كلها، صرنا بحرم المدينة القديمة ما بيقولوا. في عندها هيبة المدينة عن جد، كل ما بجي لهون يعني واحد أكيد نحن كلبنانية جايين 100 مرة، كل ما منفوت في عندها هيبة، في سحر. أنت عم تقولي كلبنانية، أنا كجبيلي كمان حسيت شيء؟ كل ما فوت عليا بحس إني بحبها أكثر من قبل. هذا التمثال الجديد ما هي؟ إيه هذا تمثال لريمو قدي. ريمو قدي شخصية وطنية كتير كبيرة. هذا بور جبال الشهير، مين ما بيعرفه؟ بور الصيادين والعشاء، يعني يمكن من أروع الأماكن زرتها أنا بالعالم. ودينا ودينا من مينا لمينا، ونصرخنا صوت من جبيل بتسمعنا أتينا، مهما رحنا وجينا رح نرجع عبحر جبيل، مش رح منلاقي بالكون أعظم من هالمينا. ودينا ودينا من مينا لمينا، نصرخنا صوت من جبيل بتسمعنا أتينا، مهما رحنا وجينا
رح نرجع بحر جبين مش رح نلاقي بالكون أعظم من هالمينة. تعرف زياد اللي بحبه هون صراحة هو أنه كل الأحاسيس بتحسها فاتة بأجواء جبال، في عندك منظر حلو، في عندك أصوات حلوة، صوت المي، صوت الموسيقى بالمطاعم، وكمان روايح ريحة الياسمين. مزبوط، والنظافة الموجودة بالمعني فعلا موقع رائع، موقع هيك بردك لورا، بردك للتاريخ، بردك ل... أنا مثلا بردني لوقتها كنت صغير تمشى اركض العب. Boulevard de la Méditerranée, c'était encore le Rhum, la Riviera. Et derrière la place des canons, c'était déjà l'Orient, la Médina. Le bazar d'Istanbul, les mystères du sérail, faux aveugles mendiants. Marchant d'éventail, souvenirs de bibelots, fumeurs de narguilé et des nuées de gosses autour des étrangers, des Allahu Akbar se confondaient le soir avec les Adonai. Paternoster, les chansons de Férouz avec les maudits blues, c'était avant tout ça, c'était avant hier. كل ما تمشي بشوارع جبال بتخطر على بالك مية خبرية وخبرية. بتتذكر أول مرة تعلمت فيها سباحة، أو أول مرة تعلمت فيها صيد السمك، أو حتى أول مرة رحت فيها بالبحر على متن الفلوكة. وبتتذكر كمان أول مرة رحت فيها على السوق، وأول مرة تعرفت على تاريخ بلدك من وحدة من أجمل القلعات اللي فيه. وبتتذكر بركي أول حب، وأول قصة غرام، وأول حلم، وأول أمل. بس الغريب بهالمدينة إنه كل مرة بتفكر حالك شفت كل شي فيها، ببين عليك إنه بعد فيها أشياء كتير مخباية وناطرة الوقت المناسب تتصير حقيقة. من آلاف السنين كان في نقطة صغيرة على البحر المتوسط شغلت العالم، واليوم هالنقطة الصغيرة صارت متل كبير بعده شاغل العالم. بعدنا في بداية المشوار، رغم كل اللي صار، رغم كل اللي انعمل، رغم كل الجواز اللي حصدته مدينة جبال، بعد في كتير أمور ما تبينت، بعد في كتير أمور قدامنا، بعد في كتير أعمال قدامنا. فعلاً مدينة جبال مشروع كتير طويل، بدأنا الخطوات الأولى بثبات، بقناعة، بنجاح، إنما مشروع كتير كبير تفعلاً نعطي هالمدينة حقها. وجبال مصرة أنه تبقى هالنقطة الصغيرة يلي عم بتشغل العالم من جيل لجيل.